علشان تربطي الولية اللي قاعدالك في البيت دي؟ خلاص أنا مودياكي الواحدة خلاص الأول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي إن شاء الله. إن شاء الله، يلا بينا. نوفل نوفل. ايوه استاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. اعرف اللي فيه شقه. ما بقت شقه فول. قول لي على اللي فيه شقه. اول ما شفتها طالعه هي ومرات خاله العايقه دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذه وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان ابلغك. انت متاكد ياض انها مرات افندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولايه دي؟ ايوه يا ست ماطره، مراته ومرات خاله. ايوه، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذه بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولايه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يابيسة مش قادرة اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفة اعمل ايه واسوي ايه. انتي المرة اللي فاتت برضو يا ابلة كنتي مرعوبة كده، لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المرة اللي فاتت كوم، والمرة دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابلة، انا حاسة ان انتي بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالتي يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لت وعجن، جاوبي على السؤال يا اختي. براحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام يا اختي. لا تاخدي ولا تدي.
قولي لي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقول لك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاتة اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك، انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش يا بنت غوري. انا سفله قوي وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. آه. جاهز؟ اه اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. براءة؟ عسل قوي براءة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامك يا فرلة الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنة وقال انها لازم ترتاح شوية. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط؟ وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجة. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد في النفس؟